يقول السائل: بعض الأشخاص يفرقون بين المنهج والعقيدة، فيقولون إن صحت المنهج تستلزم صحة إن صحة المنهج تستلزم صحة العقيدة، وإن صحة العقيدة لا تستلزم صحة المنهج، هل هذا القول صحيح؟ ما هو صحيح. العقيدة والمنهج سواء، إذا صحت العقيدة صح المنهج، وإذا فسدت العقيدة فسد المنهج، فلا فرق بينهما أبدا. اللي يفرق بينهما غلطان، ما هو صحيح. نعم، العقيدة هي أصل المنهج وهي أساس المنهج، فإذا كانت العقيدة صحيحة صار المنهج صحيحا لأنه مبني على أساس صحيح، وإذا كانت العقيدة فاسدة فإن المنهج يكون فاسدا لأن أساسه فاسد، وما كان أساسه فاسد فهو فاسد.